دانشگاه تهران حضرت آقا فرمودند و تأکید داشتند ذکرهایی که از لسان مبارک ایشان صادر می شود رو همه زمزمه کنند، همه ذکر نماز بر پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه و شهید ابو مهدی المهندس رو تکرار کنند، همراه با صدای رهبر ذکرها رو تکرار کنند. الصلاه الصلاه. خواهش میکنم سکوت رو رعایت بفرمایید تا صدای ذکرها به گوش برسه. الله اکبر وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا حيا قيوما دائما أبدا سرمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك، وابن إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خير، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بنا من بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أدخلهم برحمتك برضوانك. اللهم إنك توفيتهم متلطخين بدمائهم في سبيل رضاك، مستشهدين بين أيديهم، مخلصين في ذلك لوجهك الكريم. اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين، وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام،
الله أكبر. الله